اوه يعني وين؟ انا جابني بهذا المكان، هي اكو حد هنا. ما اعرف شو صار، وانا اتذكر كنت بالبيت. شو الساحره؟ شنو؟ تعال يا ساحره الا اخذ عليك. يلا موتي يا ساحره، يلا موتي. شنو؟ ايش راح اسوي بيه؟ ساعدوني ساعدوني. ولا لا مستحيل، شو هذا الحلم؟ انا شفت الساحره، هذه الساحرة الشريرة بتتخلص مني. بس هاش قاعد اشوف، انا عندي بس قلب واحد، معقولة هذه الساحرة اخذت كل قلوبي؟ شنو؟ هي اسمعوني، صدقوني انه انا بقى عندي بس قلب واحد، هي الساحرة اخذت القلب مني. اي صحيح، هاش قاعد يصير؟ انت شنو قاعد تحجون؟ انا قعدت من الصبح بعد ما شفت هذه الساحرة المزعجة اجت لي بالحلم وقالت اخذت انا كل القلوب، وهسه انا عندي بس قلب واحد، اكيد راح اموت. اي صحيح يا رونية، انا هم نفس الشيء، عندي بس قلب واحد، والله اذا هجمت علي دجاجة راح تموتني. اي صحيح، بس هسه احنا ايش راح نسوي؟ شوف اسمعني يا عمو الفيليجر، انت عندك فكرة تساعدنا؟ يلا خبرنا عمو. إيه صحيح اسمعوني، هاي الساحرة كل الشريرة واخذت من عندنا كل القلوب، بس إذا تريدون ترجعون أقوياء بالبداية لازم تقضون على الحيوانات وعلى الوحوش وتاخذون القلوب منهم. ناخذ القلوب، بس احتمال يكون هذا الشيء كله صعب، بس يلا أوكي، جيجي هسه مهمتنا أننا نقاتل كل الحيوانات وناخذ قلوبهم. بس رانية أنا ما عندي أدوات، شلون حتى موارد ما عندي، شلون راح أقدر أقاتل؟ إي صحيح عمو، احنا حتى موارد ما عندنا وكل شيء ما عندنا. اسمعوني، راح تلقون بالصندوق مالتي اكو شغلات راح تفيدكم، روحوا اخذوها. كل زين لحد يلا اوكي، لازم اجمع كل هذه الموارد. بس شنو سيف خشبي والصوره ده ما راح يفيدني. شوف اسمع جيجي، هنا اكو صندوق. صحيح، حتى بي اكل وهذا كلش راح يفيدنا. صحيح رونية، يلا خل اجمع، صار عندي مقاص، وش راح اسوي بهذا المقاص؟ وبعد ما اعرف جيجي، خل نبحث هنا بكل مكان، حتى هنا اكو خريطه. بس شنو انا؟ هذه مكتبه، ولا لا هذا ماكو اي شيء راح يفيدنا. بس يلا اوكي، صرنا ماكو هذا الصناديق. صحيح جيجي، هنا هم اكو سيف. تعال ابحث ابحث. اي صحيح رونية، انا حصلت على الدرع هنا. شوف اسمع جيجي، هاي الشغلات كلش راح تفيدنا، حتى نقدر نقاتل بيها هذه الحيوانات ونقاتل الوحوش، وبعد راح ناخذ قلوبهم، حتى بعد نقدر نتخلص من السحرة الشريرة. اي صحيح رونية، لحد يلا لازم نستعجل ونروح، بس لازم نبحث لي، لازم تسعد قلوبنا بالبداية. اي طبعا طبعا، لحد يلا اوكي جيجي تعال، خلنا نطلع حول هذه المدينة ونشوف وراح نعثر على الحيوانات، يلا استعجل. اسمعيني رانية، هسا احنا بالبداية لازم نعثر على الحيوانات وعلى الوحوش حتى نقضي عليهم وناخذ القلوب. اي صحيح، نفس ما خبرنا هذا الخبير، بس نقتل هذه النحلة. نحلة وصل معدة قلب، شوف اسمعني احسن حل، نعثر على هذا الخروف ونقضي عليه وناخذ القلب منه. شوف اسمع جيجي، الصور هي كل حيوانات عند هذا القلب. ايوه واخيرا صارت عندي قطعة هذه القلب. اي صحيح رونية، هسا لازم ناخذ هاي القطع ونوديها بالكرافتنج تيبل ونجمعها ونسويها قلب. اي طبعا جيجي، بس احنا نحتاج نجمع كل شيء وايه، ولازم نقاتل كل هذه الحيوانات. يلا موتي موتي. يس انا صار عندي اثنين. جيجي ايش قصر عندك؟ رونية انا صار عندي هم اثنين. كل الزين. لا يلا اوكي جيجي استعجل، لازم نجمع على السريع، يلا تعال. يا جيجي هسه جمعت قطع القلوب وصارت عندي تسعة. رونية لحد هسه لازم نخليه بالكرافتنج تيبل وصلنا عنا قلب. اوكي هسه خليت انا. صحي جيجي، واخيرا صار عندي هذا القلب. شنو؟ بشوف رونية، يلا يلا شوفيني شو راح يصعد عندك القلب. ولا لا انتظر جيجي، بالبداية راح لازم نروح على فيليجر، اللي مثل ما تعرف هذا الخبير خبرنا انه لازم نروح على اقرب الفيليجر، وبعدها راح نعطي هذا القلب ونقدر ناخذ قلبه. يلا رونية لحد يلا اركضي، لازم نعثر على ابون الفيليجر. اوكي جيجي تعال، هسه احنا تقربنا عليهم، هذه قريه الفيليجر، ويلا وينكم يا فيليجر؟ هيا يا فيليجر، يلا يا تروني هذا واحد. شنو هذا اختفى رونية؟ لا جيجي انت ما تعرف صار عندي القلب مالته. اي صحيح، بعد يلا رونية كل الزين، هسه شو راح نسوي بعد؟ جيجي هسه صار بشكلي.
والله انتي صرتي فيليجر. وجيجي حتى خشمي ما عرف شلون صار، صار نفس خشم الفيليجر. بس لو عراني لا تهتمين نسوي لك عمليه تجميل. جيجي شو انت قاعد تضحك علي؟ جربوك تضحك علي، ترى هسه بضربه واحده اخليك تموت. شوفي شوفي والله مو ترى اسناني عندي بس قلب واحد. بس شوف اسمع جيجي، انت لازم تسوي نفسي وتصير عندك قلوب، وبعدها بتاخذ قلب الفيليجر حتى تقدر نعيش. اي صحيح. لعد يلا اوكي خلي اعثر على الحيوانات ولازم اجمع على السريع. يلا خلي نجمع. يلا جيجي تعال اركض، بس احنا لازم نصعد على ذاك الجبل. لما تعرف ذاك الجبل بيماعز واحتمال راح نقدر نحصل على قلبه. اني اخذت قلب الفيليجر وصار خشمي مثل الفيليجر. اذا اخذه على الماعز والله احتمال يصير عندي ذيل. والله شيء كلش مزعج. وجيجي شكلك كلش يضحك. بس جيجي هذا الخشم كلش لايق لك، بس يلا اوكي ماكو مشكله. شنو؟ كافي تحكي تقلدين. والله اصلا اني شكلي بعد كيوت، بس بعراني شوف سمعيني. ولو هذا الخشم كلش كبير بس انا ضايج، امرت ابقى بهذا الخشم. جيجي انا من نفسك، بس احنا لازم نكون حتى بعد راح نصير اقوياء وصعدنا قلوب كلش هوايه حتى نقرع الساحره. بس هو هذا الجبل كلش عالي، يلا اوكي لازم نتسلق ونوصل الماعز. يلا استعجل. يلا تعالي رونية، قاعد تشوفين ايش قد اكو معز، حتى مسوي لهم تمثال عملاق. شنو؟ شنو قاعد يصير هذا؟ قاعد يصير؟ شو قاعد يقفزون؟ ما اعرف رونية، شوفي احنا لازم هسه ناخذ قلب المعز. يلا اوكي، انا عندي هذا القلب جمعته، يلا تعال يا معز، يلا تعال تعال. يجي واخيرا قدرت احصل عليه. شنو؟ بس رونية هسه لازم اكل هذا القلب مو صحيح. اي طبعا طبعا. ايوه اخيرا. شنو؟ شنو صار بيه؟ جيجي صار عندي قرون. شنو؟ والله صرت اشبه الماعز، حتى عندي اذون. راني هاي خرب شكلي هاني. ولا لا جيجي يلا اوكي عادي ماكو مشكله. شوف اسمع جيجي، هذا صديقنا قاعد يخبرنا انه احنا راح يصير عندنا قوه الماعز، ولهذا اوكي شوف ايش راح اسوي. هسه راح اقدر بضربه وحده اوقع كل هذا الجبل. يلا 1 2 3 اوب. والله انت شريره. شوف جيجي ايش راح اسوي. اوكي راح اتحمسي. شوف اوب. انت ايش قاعده تسوين؟ وشلون ايش صارت عندك هالقوه؟ اي طبعا جيجي يلا 1 2 3 اوب. والله روني هاي جاح نقدر نعثر على الدايموند بكل الموارد. اي طبعا جيجي روني تعالي نطي هذا المكان. يلا تعالي. شنو؟ وجيجي انت سوي بنفسك، انت اصلا عندك نفس القوه. يلا اوكي هسه راح على مكان ثاني. بس ولواني كلش فرحانه، صارت عندي قوه اسطوريه ومتاكده هذه السحره الشريره راح اقضي عليها. بس يلا اوكي جيجي وينك؟ روني اني هنا. يلا الثانية جيت. بس واو روني صحيح هو شكل الماعز مقرف، بس اني صرت كلش حلو. يلا روني استعجلي، هسه اتصلوا بي وقالوا لازم تجي على السريع، محتاجين مهمة وما اعرف شنو هاي المهمة. شنو محتاجين مهمة؟ بس شو جي صاير؟ ما اعرف روني، هسه لازم نروح للبيت ونعرف ايش صاير. يلا تعالي ادخلي. يلا اوكي هسه تقربنا. اوكي ثاني خل اسالهم. نعم شنو الصاير؟ اريد افتهم. اسمعوني، اللي صاير انه اكو واحد من الخرفان جاسوس، وانتو لازم تعثرون على هذا الخروف. نعثر عليه، بس شو راح نعرف انه هذا جاسوس؟ يلا اوكي جيجي احنا لازم نفتش، واحتمال صدق راح نعثر عليه. وبس هاي السحره كل الشريره ترسل لنا جواسيس حتى تقضي علينا. سرونية معقول مسويه يعني واحد بشري خروف حتى يتجسس علينا؟ وبعد ما اعرف جيجي. اوكي تعال تعال، الصور اذا هو كان جاسوس لازم يكون يختلف عن الخرفان البقيه. بس جيجي شو تقول؟ ما اعرف رونية، ايش قاعد اشوف؟ تعال تعال روني. اي هسه نجي. شلون جيجي؟ والله ذاك الخروف يختلف، اني اول مره بحياتي اشوف خروف لونه ريد. لونه احمر. صحيح احتمال يكون هو هذا الجاسوس. لعد يلا تعال خلينا نشوف ايش صار جيجي. اي صحيح هو هذا الخروف الشرير. اي روني والله هذا مبين عليه كلش قوي. يلا موت يا شرير، يلا موت. يلا اوكي راح اقضي عليك. هذا راح يقضي علي. وشوف اسمع جيجي لازم ننتبه ونقاتله. رونية والله طيرني هذا. ويلا اوكي يلا تعال موت يا خرف يا مزعج، يلا موت. بس شنو؟ واحسن شيء خل اهرب واكل هذا الستيك، احتمال راح يقضي علي.
يلا اوكي سام ابتعدت حتى ترجع قوتي. شوف اسمعني يا خروف يا جاسوس، انا راح اقضى عليك وراح اتخلص منك. يلا موت سوني جيتك. هيا انت يا شرير، يلا تعال. والله راني ما اعرف ايش قاعد يصير. يلا تعال راني ساعديني، هذا راح يخضع علي. ايوه اخيرا جيجي احنا قدرنا نقضى عليه. سحرة شنو؟ شوف اسمعني يا ساحرة، انا مستحيل اسكت لك ولازم اقضى عليك. طبعا احنا قضينا على الجاسوس مالته، بس راني هذا شنو هذا الخروف الثاني اللي جا؟ شوف اسمعني جيجي، هذه لعنة الساحرة الشريرة، بعد ما عرفت احنا راح ناخذ قلوب الحيوانات وناخذ قلوب الوحوش، هيجي سوت سوتهم سامين حتى تقضى علينا. اي والله صحيح، هيا يبتعد هذا سم نيروني. بس شوف اسمعني جيجي، ذولا اصلا السامين لازم نقاتلهم وناخذ كل اجزاء من عندهم حتى نقدر نصنع لنا قلب كلش قوي. يلا كتعال يا خروف، يلا موت موت. راني دباش هذا يسمم هذا. اي طبعا جيجي اصلا ما راح اتقرب عليه، راح بس اقاتله. يلا موت موت. اي راني سقضينا عليه. يلا لازم نصنع بعد قلوب حتى نروح على هاي الشريره وتخلص منها الى الابد. اي طبعا جيجي، بس يلا اوكي لازم نبحث على ذول لونهم اخضر. صحيح هاي الساحرة حولتهم، بس ما تعرف هذا الشيء كوش راح يفيدنا حتى راح نصير أقوياء. يلا موتوا موتوا. يسان جمعت كل هذه القطع ولازم كلها أحولها حتى بعد راح أسوي هذا القلب الأخضر. يلا خل أستعجل. إيوه أخيرا هسان صار عندي هذا القلب. رانية أنا جمعت هاي القطع، يلا خل أصنع على السريع. يلا يا جيجي اوكي. واو رانية صار عندي هذا القلب الاخضر. شوف اسمعني جيجي، هسه صديقنا قاعد يصيحنا ومحتاجنا كل الضروري، بس يلا اوكي لازم نروح البيت ونشوف ايش راح يصير. يلا افتحي يا بابا افتحي. يس احنا وصلنا. نعم انتم طلبتونا. اسمعوني يا اولاد، بس انتم ايش قدرتوا تسوون؟ بس احنا قدرنا نحصل هذا القلب الاخضر، بس احنا مهمتنا ايش راح نسوي؟ يلا خبرنا يا خبير. اسمعوني راح ارسلكم الى مكان سري، انا عندي بهذا المكان دروع راح تفيدكم، حتى وراها تروحون الى عالم النذر وتقاتلون الوحوش حتى تصيرون اقوياء، واذا صرتوا اقوياء راح تقضون على الساحره. شنو؟ بس هذا صار المكان السري. اسمعوني اكو هاي الصوره، روح ادخلوا من هاي الصوره وراح تروحون الى المكان السري. صوره هي بس هذه الصوره موجوده؟ معقول تكون هذه الصوره؟ نعم هاي الصوره. يلا اوكي. أوه جيجي راني هذا مكان سري. مكان سري بس وين عالم النذر؟ وين الدروع؟ هاي كل شيء ما موجود هنا. جيجي تعال تعال، هنا مكان سري ثاني. شنو؟ راني والله هذا مكان أسطوري. يلا أوكي جيجي، بس لازم نبحث بهذا الصناديق. أوكي هاي السيك. يس فتحت هذا الصندوق الثاني، بشوف جيجي على شنو عثرت. راني عثرتي على شنو؟ طبعا هذه دروع النذر، حتى صار عندي سيف الدايموند. راني انت ما تعرفي انا عثرت على نفس هاي الاشياء. زين هذا الشيء كلش راح يفيدنا. بس جيجي ايش قاعد تشوف هنا؟ هنا اكو دخان، معقول هنا يكون مكان سري؟ يلا انكسر. راني اي والله هذا مكان سري، شلون قدرتي تكشفين هذا المكان؟ طبعا جيجي انا شفت هذه الشموع وهي موجوده بها دخان. بس شنو انا؟ اوكي اذا ضغطنا ايش راح يصير؟ صحي جيجي هذه بوابه النذر. روح العالم النذر. انت مستعده؟ والله انا عندي بس 3 قلوب. وشوف اسمع جيجي، احنا لازم نقاتل اقوى الوحوش حتى بعدين نحصل على قلوبهم ونصير احنا اقوياء. لازم نقاتل هذه الساحره. يلا جيجي استعد. يلا اوكي. يس احنا وصلنا. راني كل الزين جيجي. شنو هذا عالم النذر؟ حتى فيش قد حيوانات. طبعا جيجي لازم نكون كلش اقوياء ونقاتلهم، بس لازم نبحث عن الماجما لها كلش قويه وكلش راح تفيدنا. اي صحيح راني، لازم نصنع قلوب حتى نصير اقوى اشخاص بالعالم. بس جيجي انا شفته بهذه الجهه، وين اختفيت؟ يلا تعالي تعالي راح اخذ القلب مالتك. يا تروني يلا استعدي خلينا نقضي عليهم. ايوه اخيرا. بس جيجي هذه العملاقه جت علي. يلا موتي موتي، والله احاول اقضي عليها قضيت عليها. بس جيجي وين القلب صار؟ وانا صرب هذه الجهه. هي ابتعدوا ابتعدوا. يس انا
أنا قدرت أحص على قلب الماغما، حتى أنا صار راح أكون كلش قوية. أنا صار عندي قلب الماغما. بس انتظر جيجي انتظر. أوكي أنا عارف شو راح أسوي، راح أبعد هذا الدرع عني. روح شوف شو رجي تحولت، أنا صرت مثل الماغما. رونية الله هذا الشيء أسطوري. الله أنا بخل أكل، يلا هوب. شوف اسمع جيجي، راح من تقفز راح تكون قفزتك كلش قوية، حتى أكيد راح يدمجون. بس يلا كي جيجي، احنا لازم نقاتل وحوش كلش هواية حتى نصنع له قلب هواي. يلا تعال تعال. أوكي أوكي. يلا تعال جيجي، هذا سكلتون. ايوه أخيرا قدرت أحصل على قلبه. روني والله هذا الشيء أسطوري. بس إيش راح يصير إذا حصلت على قلب السكلتون مدر؟ شوف إيدي. يلا كي خلي أشوفك إيدي بعد شلون صارت. شنو أنت فرحانة راحت إيدك؟ وجي صوت مثل سكلتون، بس أصروا إنها إيدي كلش قوية. أنا عندي هذا القلب ولازم أشمر هناك. تعال تعال جيجي تعال وراي. روني وين راح نروح بعد؟ ولا لا مستحيل، هذا دمجني. يس أنا اختبأت هنا، بس قاعد أشوف هذا البليز المزعج. يلا كيس أنا جيتك ولازم أعثر عليك. يو أخيرا صار عندي القلب مالته. واو هساني كلش فرحانة، أكيد راح أصير كلش قوية. أصروا أنه أنا حتى بعد ما تأثر باللافة. شو خلي جرب. صحيح حتى ما قاعدة تأثر. بس ما عفوان جيجي. إيو أخيرا جيجي انتهنا. رونية تشون صرتي رونية، والله أنت جمعتي كل وحوش العالم بيج. شوف اسمع جيجي، حتى أنا قاعدة أشمر شعلات نار. هاي ابتعد ابتعد. يلا أوكي أنا صرت عندي قوة أسطورية. بس أوكي جيجي الصورة سيحتاجوني ولازم نروح لهم على السريع. رانيا دقيقة، أني أنت ذات يدين روحي، أنا لازم أعثر على سكيلتون وأخذ منهم القوة مالتهم حتى أصير قوي. صحي جيجي أنت لازم تصير عندك قوة نفسي. لعد يلا أوكي راح أقاتل كل الوحوش هنا حتى أني كلش قوية. يلا تعال تعال يا وحش اللي أقضي عليك. يروني احنا قاتلنا كل الوحوش وصارت عندي قوه خارقه. اي طبعا جيجي، بس الصور السم يحتاجون البيت، لان احنا لازم نروح ونعرف شنو الاخبار وشنو صار. اي صح لازم نرجع للقريه على السريع ونروح نقدر نقاتل هاي الشريره الساحره حتى نقول احنا صرنا كلش اقوياء. لا يلا كي جيجي لازم نستعجل ونروح لهذا الخبير على السريع. يلا تعال. يلا جيجي تعال، هسه احنا خرجنا من عالم النذر، بس لازم نروح لهذا الخبير اللي محتاجه كله الضروري. اي صحيح روني واتصل علي. يلا اركض على السريع. نعم يا خبير، انت طلبتنا بس شو صاير؟ يا ساني قاعد اشوفكم، انتوا قدرتوا تقضون على الوحوش واخذتوا القلوب مالتهم. اي طبعا طبعا. بس لازم تعرفون هسه اجى وحش السترايدر للعالم مالتنا وجا من عالم النذر، لازم تبحثون عنه لان اكو واحد من عندهم جاسوس يريد يسمعنا ايش قاعد نسوي. شنو جاسوس؟ معقول هذه الساحرة رسلت لنا جاسوس ثاني؟ بس يلا اوكي جيجي انا راح انطيك هذا الشيء، هذا يخليك تكشف هذا الجاسوس. جيجي انطني انطني يا راني اخذي هذا. بس شلون راح نكشف الجاسوس بهذا؟ اي انا متاكد راح نعرف. بس هذا سترايدر انا اعرف انه مو وحش. صحي جيجي وهذا اصلا بعالم النذر، بس شلون اجى هنا؟ يا راني يا باعي اكو واحد من عندهم جاسوس واحنا لازم نكشف هذا الشيء. جيجي هي انت معقول تكون انت جاسوس ورستك الساحره؟ بس هذا جيجي شكله كيوت حتى ما يسوي اي شيء. راني بس حتى هذا مبين عليه مو وحش شرير. هي انت تعال يا ثاني، معقول انت تكون الوحش؟ هي شوفني. بس شلون جيجي ايش قاعد يصير؟ هذا يمكن حزن. جيجي هذا جاسوس. احنا كشفناه. هي تعال تعال والله لا اقضي عليك، انا جيجي جيت راح اقضي عليك. يلا موت موت، احنا كلش اقوياء وعندنا كلش قوه قويه. يلا موت. رانيا انا راح اقضي عليه عن طريق هذا النار. يلا 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 اوكي. هذا ضرباته كلش قويه. صحيح احنا عندنا هذا العصد بليز. يلا موت موت. يلا يلا هي انا راح اقضي عليك. يلا راح يموت. جيجي هساني كلش فرحانة، نقدر نطلع على الجاسوس. هاي الساحرة الشريرة. تعالي يا ساحرة، أنا مستحيل أسكت لك ولا أقضي عليك. رارانيا والله الساحرة، بس احنا شو راح نسوي؟ وبعد ما أعرف جيجي، بس هاي الساحرة كلش شريرة، معقول راح تنتقم مني؟
يلا روني تعالي. هسه الخبير ارسل لي رساله وقال انه هاي الساحره قدرت تحول بعض الحيوانات الى اللون البنفسجي، بس لازم نقضي عليها ولازم ناخذ القلوب. اي صحيح جيجي، انا يمكن تبولي رساله، بس يلا اوكي، بس وين راح ابحث عنهم؟ هاي الساحره شريره عرفت بيننا قاعد نجمع القلوب، ولي هذا حب ولتهم. يا روني حتى صاروا كل السامين. بس اللامه وحرانه متحول اللون بنفسجي. طبعا جيجي هذه كل السامه، واذا تقربنا عليها راح تقتلنا. يلا موتي. والله روني انت اسطوري، قدرتي تقضين عليها. اي طبعا جيجي، هذه القطع لازم نجمع معده كل شويه. صحيح حتى نون نحلات متحولات. انتبه جيجي، هذول ينفجرون حتى ما اعرف شنو صار. جيجي هاي السحر بعد ما حولتهم صاروا سامين كلش، حتى صاروا كلش خطرين. راني قاعد ينفجرون ذولا. والله ياتهم. يلا يلا يا يلا يا فيليجر اقضوا عليها. جيجي قاعد تشوف احنا عندنا قوة الفيليجر، وقاعد يطلعون فيليجر كلش صغار حتى قاعد يساعدونا. صحيح هذا الشيء اسطوري، خليني انا اصير كلش قوي. لا عاد يلا جيجي، لازم نبحث بكل مكان حتى نجمع هذه قطع القلب. يلا استعجل. جيجي ايش قاعد يصير بالقرية؟ هذول الفيليجر هجموا على القرية ولازم نقاتلهم. اي سحروني، هساني اكلت قلب هذا بعروني بعرجي شلون صارت. صحيح قصدك جيجي الكربار. يروني بس الكربار والله هذا مزعج، حتى غير رجلي وسواه كلش مقرفة. اي طبعا جيجي، لا شلون تريد تصير قوي؟ بس يلا اوكي، بس احنا بدنا نشوف ذول وين الفيليجر حتى نقضي عليهم كلهم. خطية حتى ظلكم والله كلش متدمج. هاي ثلاثة ماني بعدين اجي وعالجك. ويلا اوكي جيجي، خلنا نبحث عن ذول البلجر المزعجين ولازم نقضي عليهم ونقاتلهم. يلا روني تعاي تعاي هنا، هسه رح نعثر عليهم. والله ما يعرفون ايش قد صارت عندي قوة خارقة. طبعا جيجي اصلا احنا كلش اقوياء، وبضربة وحدة رح نقضي عليهم. يلا تعالوا تعالوا. جوي ام تبدا السحر هي رستكم، بس انا مستحيل اسكت. روني والله انت اسطورية. اي طبعا جيجي عندي قوة الكربر حتى انا قمت افجر. جيجي تعال، هسه انا عثرت على هذا الريفجر. يلا تعال تعال. يروني انا راح اقضي عليه. باراني انت شنو سويتي؟ جيجي انا حصلت على القلب مالتي. شنو بس هسه شو راح نسوي روني؟ معقوله راح تصيرين عملاقه؟ جيجي ما اعرف. جيجي صارت عندي ايدي. اي صحيح روني، والله احنا صرنا كلش اقوياء، بس احنا صرنا حتى اقوى من كل ذول الوحوش. شوف اسمعني، وقصدي مو ايدي، صار عندي راس مالتي، حتى الراس صار بايدي، يعني ضربتي اصلا بها قوه اسطوريه. بس يلا اوكي وراح اجربها. تعال جيجي وراي على السريع، خلينا نجرب هذه الجهه. يلا روني خلينا نجرب ونشوف ايش قد قويه. يلا استعجلي. وهسه دمج كل شوية، وحتى ذول الأشرار قاعد يرجعون مرة ثانية، بس أصلاً ما أهتم، إذا رجعوهم راح أقتلهم. يا سحرونية يلا استعجل، هسه شو راح نسوي بعد؟ اسمع جيجي، أنا راح آخذ هذا القوم. يلا تعال يا قوم. يا رونية معقول راح أصير عندك قوة القوم؟ جيجي قاعد تشوفون شلون صرت. صحيح جيجي روني. أنا مثل عندي عضلات. رونية شوف اسمعي، هذا الجسم كله تغير وصار مثل القوم، يعني راح تصيرين كلش قوية وما راح تتأثرين. طبعا جيجي، بس هاي السحرة المزعجة وشوي قاعد ترسل لنا ناس حتى يقاتلوني، بس يلا اوكي احنا كلش اقوياء حتى ما نخاف. يسحروني والله هذا جمع لي تعقل. يلا تعال موت، يلا موت. كل الزين جيت اصلا تهتم، هسه انا كلهم راح اقضي عليهم. يسحروني يلا اقضي عليه، راح اقول روني القوم قاعده تقاتل الوحوش. يلا تعال جيجي، هسه احنا خبرنا هذا الخبير انه بقى بس قلب الارنب ولازم نعثر عليه. يا ارنب بس راني قبل شوي شفت ارنب هنا. صح هنا ارانب. يلا اوكي يا ارنب راح اختار هذا الارنب، وانتظروا راني هذا البنفسجي. يلا اخذيه. اوه جيجي دول كل السريعين، هاي انتظروا يا ارانب انتظروا. صار يا جيجي تسممتي. والله يا تاني عرفتي. هاي تعال تعال انت يا ارنب يا سرع اقضي عليك. يلا اوكي جيجي، هسه صار عندي قلب الارنب، بس حتى هذا الخبير خبرني انه لو انا عثرت على قلب الارنب راح يطلع لي حارس كلش قوي، وراح يكون شكله مثل الارنب بس عملاق. شنو؟ عندك حارس؟ بس انا ليش ما عندي حارس؟ وجيجي لازم احصل على قلبه، بس هو هذا الشيء كلش حلو. معقول انت راح تدافع عني؟
ولي كلش فرحانة. يلا تعال تعال يا أرنب. روني باعي أنا شنو صار عندي. إيه طبعا جيجي هذا راح يدافع عنه حتى راح يقضى على السحرة الشريرة. بس روني الأرنب مالتي أقوى من الأرنب مالتج. إيه شنو ولا لا مستحيل أصلا أرنبي أقوى متأكدة. حتى راح أسميك أرنوبي. أرنوبي وهذا الاسم أصلا مو حلو. أنا راح أسمي الأرنب البطل. يلا روني خلو نروح على الساحرة حتى نقضي عليها الشريرة ونتخلص من الشر. جيجي أكيد هي متعرف نصرنا أقوياء أكيد راح تجي وتقضى علينا. بس إحنا كلش أقوياء أكيد راح نتخلص منها. شوف اسمعني يا خبير هسا إحنا صرنا كلش أقوياء بس احنا ما قاعد نعرف مكان الساحرة هسه شو راح نسوي؟ يسمعوني هسه انتو صرتوا كلش اقوياء واذا واجهتوا الساحرة راح تقضون عليه. اي طبعا طبعا. بس بالبداية انا اعطيتكم هسه هاي العصا اذا خليتوها برا راح تعرف الساحرة بيكم وراح تجي. كل زين هذا الشي كلش حلو. اني واخراني راح اواجه الساحرة بعد ما انا صرت كلش قوي. اي طبعا جيجي انا كلش قوية بس وراح اخلي العصا اوكي راح اخليها بهذه الجهة. يلا اوكي يلا يا عصا ايش راح يصير هسه؟ جد يا هذه الساحرة. يلا تعال يا شريرة لازم نقضي عليك. انا راح اخذ عليك. يلا موتي موتي. يلا يلا روني بحاول الارنب باتي قاعد يركض وراها. يلا تعال يا ساحرة انا راح اشمع عليك كرات النار. يلا موتي موتي. انا مشمع عليك كرات النار. يلا تعاي تعاي. يلا يا ارنوب اخذ عليها. جيجي هذه كل الشريرة حتى ما قاعد يفيد بيها. روني روني استعدي استعدي انا ببالي. يلا موتي موتي. روني والله سريعة. طبعا جيجي كل السريعة بس هي قاعد تتحداني. يلا موتي يا ساحرة يلا موتي. جيجي روح شوف قاعد تشمرنا فور ما اعرف شنو بس يقتلوني. الارنب هو قاعد يدافع عني. جيجي انا راح اتخلص منها بقى شوية. يلا موتي. ابتعدوا يا ارنب ابتعدوا ابتعدوا. وهذه كلش قوية. روني والله انا قاعدة اشمر كرات النار بس حتى كلش سريعة. يلا تعاي انت يا شريرة يا انا دمجتها. جيجي انا ما قاعد احرق بيها. يلا موتي يا ساحرة. وجيجي هذا عنده سبع ارواح بس اصبر بقى شوية وراح تموت. يسحرون يبا. احنا قضينا عليك. قدر نقضي عليك. يلا موتي. واخيرا جيجي راحت بس بقت هذه العصا مالتها. واخيرا احنا تخلصنا منها الى الابد. جيجي حتى صرت عندي هذه العصا مالتها وراح اقدر اطر بيها حول كل هذا العالم. رانيا هي انتظري انتظري انا يوم راح اجي انا ما اريد اطير. لا عاد يلا جيجي استعجل خلينا نطير. يلا تعال.